استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيسال كوبري المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية. أكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والأدوات والتكنولوجيا التي ترشد من استهلاك مياه الري ولتوفير الدعم والإرشاد اللازم لصغار المزارعين من أجل المساهمة في تفادي الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك من أجل مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، ولتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية والاهتمام بالإنتاج الحيواني لصغار المزارعين. أكد علاء فاروق أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعة بنجر السكر لتحديث نظم الري.